بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الطور، وكتاب مسطور، في رق منشور، والبيت المعمور، والسقف المرفوع، والبحر المسجور، إن عذاب ربك لواقع، ما له من دافع. قال ابن كثير رحمه الله تفسير سورة الطور وهي مكية. قال مالك عن الزهري عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور، فما سمعت أحدا أحسن صوتا أو قراءة منه. أخرجه البخاري ومسلم. وروى البخاري عن أم سلمة قالت: شكوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أني أشتكي، أنا مريضة يعني، فقال: طوفي من وراء الناس وأنت راكبة. فطفت ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي إلى جنب البيت يقرأ بالطور وكتاب مسطور. قال: يقسم تعالى بمخلوقاته الدالة على قدرته العظيمة أن عذابه واقع بأعدائه، وأنه لا دافع له عنهم. فالطور هو الجبل الذي يكون فيه أشجار، مثل الذي كلم الله عليه موسى وأرسل منه عيسى، ولم يكن فيه شجر، وما لم يكن فيه شجر لا يسمى طورا، إنما يقال له جبل. كأنه أرد أرسل منه عيسى جبال بيت المقدس. ابن كثير يميل إلى تعميم القسم بأنه جنس، جنس الجبل الذي له أشجار. قول الثاني انه والطور، طور سيناء الذي انزل الله، الذي يعني كلم الله منه موسى صلى الله عليه وسلم، كلم الله عليه موسى صلى الله عليه وسلم. وكتاب مسطور قيل هو اللوح المحفوظ، وقيل الكتب المنزله المكتوبه التي تقرا على الناس جهارا. ولهذا قال: في رق منشور. وأن الكتاب الذي في رق منشور الذي انتشر ونشر على الناس وكان كما أنزله الله عز وجل هو القرآن. فالكتاب المسطور في رق منشور المنتشر في العالم الذي حفظه الله عز وجل من التبديل هو القرآن. كأن الله جمع في هذا القسم بين الرسالتين الجامعتين كما جمع بينهما في مواطن رسالة موسى ورسالة محمد صلى الله عليه وسلم، كما جمع بينهما في سورة الإسراء، في سورة الجن. قال الله عز وجل: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير، وآتينا موسى الكتاب. وقال عز وجل عن مؤمن الجن: يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى. وقال سبحانه وتعالى أيضا: قل فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما أتبعه إن كنتم صادقين.
بعد قوله سبحانه وتعالى قالوا لولا أوتي مثل ما أوتي موسى، لأن هذين هاتين الرسالتين وهذين الكتابين هما اللذان أنزل الله عز وجل فيهما الأحكام التي لزمت أهل الإيمان عبر تاريخ البشرية، والكتب الأخرى الإنجيل والزبور وصحف إبراهيم مبنية على التوراة، أعني في الأحكام. وأما الكتاب المستقل الباقي الذي لا يرجع إلى غيره فهو الكتاب المسطور المنتشر المنشور في العالم القرآن العظيم، له الحمد عز وجل على نعمته، والبيت المعمور. قال ثبت في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في حديث الإسراء بعد مجاوزته إلى السماء السابعة ثم رفع بي إلى البيت المعمور وإذا هو يدخله في كل يوم 70,000 لا يعودون إليه آخر ما عليهم، يعني لا تعود نوبتهم. يعني يتعبدون فيه ويطوفون به كما يطوف أهل الأرض بكعبتهم، كذلك ذاك البيت هو كعبة أهل السماء السابعة. ولهذا وجد إبراهيم الخليل عليه السلام مسندا ظهره إلى البيت المعمور لأنه باني الكعبة الأرضية، والجزاء من جنس العمل وهو بحيال الكعبة، وفي كل سماء بيت يتعبد فيه أهلها ويصلون إليه، والذي في السماء الدنيا يقال له بيت العزة. ذكر بيت العزة لم يرد في حديث مرفوع صحيح السنة فيما أعلم. قل قولي هذا وأستغفر.